مين بتكون حضرتك؟ ليش عم تحكي معي هالحكي هاد؟ أنا وزين متزوجين هلا. نشال، أنا عم فكر فيك كتير وما عم أقدر أنسى، ما عم تغيبي عن بالي بالمرة، وتفكيري جدي. صدقيني أنت بتهميني كتير، بتمنى ضل جنبك كل الوقت، وبتمنى تاخدي كلامي بشكل جدي. شكراً على هالمجاملة زيا، شوفك بعدين. إيه؟ عن إذنك. رجاءً تلفظ قدام الكل كلمة القبول. موافق. أنت موافق؟ موافق. أكيد موافق. أي موافق. أنا بشوف إنه بابا كمان مسؤول عن هالشي يا ماما، لأنه دايماً بيقول لي يا ريتك مثل رابي وما بدي أكتر من هيك، ودايماً بيقارني فيها، كل حكيه رابي 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 وبس. حتى أمير هيك شاف من صغره، لهيك الكل معه. نيشال، أنت شو عم تعملي بحالك؟ يا ترى أنت بتعرفي كيف رح تخلصي هاي القصة اللي مشيتي فيها؟ وبتعرفي مخاطر هالطريق اللي بديتي فيه؟ زين، يلي صار كان سوء تفاهم مني. ما كنت بعرف إنك ابن عمه الأبرار يلي اسمك زين أبرار. أنا مو دكتورة رابي، وماني دكتورة بالأصل. أنا بكون نيشال نيازي.